مشاهدينا، من المؤكد أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى القاسمي نجح على مدى أكثر من عام في إرساء مساكنة صعبة بين الدولة والفصائل المسلحة الموالية لإيران، والدليل أنه حافظ على منصبه رغم كل الأزمات التي عصفت بعهده وما زالت، آخرها إسقاط طائرتين مسيرتين فوق قاعدة عين الأسد التي يتمركز فيها جنود أمريكيون، واستهداف مطار بغداد الدولي بصاروخ، واغتيال ضابط في المخابرات وهو الجهاز الذي ما زال في عهدة رئيس الحكومة. كل هذا قبل 4 أشهر على موعد إجراء الانتخابات النيابية، فهل الهدف إفشالها؟ هل إيران تناور من العراق؟ وماذا تريد الفصائل من القاسمي وأجهزته الأمنية؟ هذا موضوع نقاشنا مع دكتور خالد عبد الإله، عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، هو معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. دكتور خالد، صباح النور. صباح النور، صباح الخير لك ولجميع مشاهدي التلفزيون العربي وشاكر لهذه الاستضافة. أهلا وسهلا دكتور. نبدأ بالجديد على الساحة العراقية، إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح بقرار قضائي، النبأ بات رسميا. هل يعني أن العراق اليوم مقدم على فترة تهدئة وأن التصعيد مرده إلى اعتقال هذه الشخصية الكبيرة بالحشد الشعبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرة ثانية تحياتي لك ولجميع مشاهدي تلفزيون العربية وشاكر لهذه الاستضافة. يعني بالتأكيد مسألة تداعيات إلقاء القبض على قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي السيد قاسم مصلح كانت لها تداعيات كبيرة وخطيرة بالوقت نفسه، كبيرة وخطيرة في إطار هيبة الدولة وفي إطار سيادة الدولة وفي إطار حتى ما يتعلق بمؤسسات الأمني الذي ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. كل هذه المعطيات أنا أتوقع أعطت مؤشرا خطيرا في إطار العلاقة الأمنية وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة، لا سيما مؤسسة الحشد الشعبي الذي هي مؤسسة أمنية لديها قانون صدر من قبل البرلمان العراقي ولديها أيضا أمرا ديوانيا وتم إعادة هيكلتها وفق قانون العسكري الخاص بوزارة الدفاع العراقية. كل هذه المعطيات أنا أتوقع هي تشكل اليوم هاجز خطير جدا لدى الجميع في إطار بنية طبيعة هذه العلاقة من ناحية، وانعكاس ذلك على المشهد الأمني العراقي، لا سيما اليوم مقبلون على الانتخابات المبكرة، 4 شهور تفصلنا عن هذه الانتخابات، ولا بد أن يكون هنالك ترتيبات أمنية. صحيح السيد الكاظم يشكل لجنة أمنية عليا للانتخابات وتنسق بينها وبين الدوائر المعنية، ولكن ما زال هنالك حديث عن أمن غير مستقر نسبيا، ما زالت هنالك عمليات لكيان داعش الإرهابي أو تنظيم داعش الإرهابي في المناطق التي حررت، وما زالت هنالك عمليات اغتيالات طالت ناشطين مدنيين، واليوم نتحدث أيضا عن بعض يعني القيادات على مستوى أجهزة أمنية كان لها دور كبير جدا في محاربة الإرهاب والعصابات المنظمة بهذا الخصوص، وآخرها حادثة اغتيال العقيد في جهاز المخابرات الوطني العراقي. نعم دكتور خالد، انطلاقا من هذه الحادثة بالذات، اغتيال ضابط بالمخابرات العراقية لجهاز الذي ترأسه القاسمي سابقا وما زال بعهدة رئيس الحكومة العراقية مصطفى القاسمي، تطور خطير بلا شك. الهدف منه القاسمي تحديدا، ما الرسالة وما هي الأهداف؟ إلغاء الاستحقاق الانتخابي القادم، أن الوضع الأمني ليس مستتبا لإجراء هكذا استحقاق بالعراق ولو بعد 4 أشهر من يومنا هذا؟ يعني أول شيء يجب أن نتحدث بأن مسك القرار الأمني هو ما زال يعني لم يرتقي إلى مستوى التعشيق ما بين مؤسسات الدولة العراقية، وأقصد هنا ما بين وزارتي الدفاع والداخلية. فرط العقد ما بين الدفاع والداخلية في بعض المناطق سواء كانت في بغداد والمحافظات، أنا أتوقع هذه ميزة أساسية مهمة جدا، تعطي نسق كبير جدا في عملية استتباب الأمن، لا سيما عندما تتسلم وزارة الداخلية الأمن الداخلي بشكل واضح وتتفرغ وزارة الدفاع إلى مهامها الأساسية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، مسألة الحديث عن الاغتيالات وتجددها واللجان التحقيقية التي شكلها السيد الكاظمي أو أنها إحراج السيد الكاظمي باعتباره هو قائد لجهاز
المخابرات الوطنية، وهو قائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس وزراء. يعني هذا أنا أتوقع بأنه الأمر مستبعد، ولكن من ناحية أخرى عندما نحلل طبيعة شخصية الذي اغتيل، هو كان مسؤول عن معاون جهاز المراقبة، وهو كان يعني مكلف بمهام الرصافة التي هي تمثل أكبر تجمع سكاني في بغداد بأكثر من 6 مليون نسمة، وعزل قبل شهرين من عملية الاغتيال، نفس العملية التي حدثت أيضا لضابط مخابرات قبل 3 أشهر أيضا اغتيل في منطقة المنصورة، وأيضا كان هنالك حديث عن أن هذا الشخص أيضا تم نقله من جهاز المخابرات إلى يعني ما يسمى بالمنافذ الحدودية. الهيكلة التي عملها السيد الكاظمي بداخل جهاز المخابرات بإبعاد أكثر من 300 ضابط في المخابرات من ناحية، والحديث عن مؤسسة هذا الجهاز والحديث عن المهنية، أنا أتوقع هذا قد يدخل في حسابات كثيرة، لا سيما أن هنالك اتهامات من بعض القوى الداخلية السياسية العراقية وحتى الأمنية بأن هنالك من يحاول أن يجير جهاز المخابرات لشخصية السيد الكاظمي، على الرغم من أن السيد الكاظمي أجرى هذه التغييرات الأمنية بناء على معلومات تحاول أن تعطي نسق كبير جدا في إدامة حيوية جهاز المخابرات، وحتى في إطار المؤسسات الأمنية الأخرى عندما قام بتغييرات في هيكلية بنيوية تلك الأجهزة الأمنية، لا سيما قائد عمليات البصرة، بمعنى أنها جاءت على معطيات وظيفية ومهنية لا معطيات شخصية كما يحاول البعض أن يتحدث عنها. غير بعيد عن هذه الحادثة الأمنية دكتور خالد، طائرتين مسيرتين تم إسقاطهما فوق قاعدة عين الأسد الجوية، القاعدة التي تضم جنود أمريكيين موجودين على الأراضي العراقية، وصاروخ استهدف مطار بغداد الدولي لم يؤدي إلى نتائج مادية كبيرة إذن بالمطار. هذه توترات أمنية، وهي أيضا توترات أمنية ما زالت متواصلة على الأراضي العراقية، الهدف منها الوجود الأجنبي أم لا، القاسم تحديدا؟ يعني بالتأكيد الغرض منها الوجود الأجنبي، والدليل على ذلك أمس كانت هنالك اجتماعات للجان فنية عسكرية عراقية أمريكية تبحث مسألة الانسحاب القوات الأجنبية بما فيها القوات الأمريكية من العراق، القوات القتالية. والسيد الكاظمي في جولات الحوار الاستراتيجي والجولة الثالثة الأخيرة تحدث عن أن العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية بقدر ما يحتاج إلى جانب التدريب وإلى مسألة الاستشارة وإلى المعلومات الأمنية والاستخباراتية وإلى الضربات الجوية، وهذه نقطة أساسية يتفق عليها الجميع وتتفق عليها حتى القيادات العسكرية. مثل ما اليوم نتحدث عن جهوزيتنا في إطار الجانب البشري لأكثر من 1 مليون منتسب في مختلف الصنوف العسكرية والأمنية على مستوى وزارتي الدفاع والداخلية، فأنا اليوم أيضا أعرب السيد الكاظمي بأنه لا يحتاج قوة قتالية أجنبية بقدر ما يحتاج اليوم هذه المعلومات الاستخباراتية، الضربات الجوية وتطوير قدراتنا القتالية، وهذه نقطة مهمة جدا أيضا يسعى السيد الكاظمي إلى إبرازها بشكل حقيقي في أي زيارات لمسؤولين أمريكان على مستوى مدني أو على مستوى عسكري، وهذه أيضا ترتبط حتى بالقرار التشريعي الذي اتخذه البرلمان في بداية العام 2020 عندما أصدر قرارا بحضور رئيس الوزراء حينذاك الدكتور عادل عبد المهدي بوجوب خروج القوات الأجنبية وإلزام الحكومة بفعل ما حدث من استهداف لقيادات عسكرية وإيرانية في مطار الذي عرفت بجريمة المطار. هذه نقطة أساسية مهمة جدا يسعى الكاظمي الحديث عنها مع الأمريكان من تارة، ويسعى أيضا إلى الحديث عنها مع الشركاء السياسيون الذين يطالبون بإخراج القوات الأجنبية، على الرغم من أن إخراج القوات الأجنبية غير متفق وطنيا لا على مستوى القوى الكردية ولا على مستوى القوى السنية بهذا الخصوص. يعني وقبل هاتين الحديثتين استهداف أيضا المنطقة الخضراء، استهداف أيضا مطار إربيل بصواريخ اتهمت يومها الفصائل المسلحة الموالية لإيران بالوقوف وراءها. دكتور خالد، إيران هل تناور من الجهة العراقية؟ يعني عهد بايدن أصعب من عهد ترامب، على الأقل ترامب كان معروف شو ما هي سياسته بالنسبة لإيران، يعادي إيران وكل ما له صلة بإيران بالمنطقة، منطقة الشرق الأوسط، ولكن بايدن اليوم لا تعرف ما هي أجندته، يريد مفاوضات مع إيران، التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، ولكن ماذا بشأن أذرعها بالمنطقة بدءا من الأراضي العراقية وصولا إلى اليمن، سوريا ولبنان؟
بدنا لابد أن نتحدث بأن سياسة بايدن لا تختلف عن سياسة ترامب، وهذه حقيقة أساسية. عندما تتبدل أو يتبدل الرؤساء في داخل جسد السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تعني تغييرا جذريا كبيرا في سياستها الخارجية، ولكنها قد تتغير الأدوات والوسائل في تنفيذ سياستها الخارجية ما بين الإدارتين الجمهورية والديمقراطية، وهذه حقيقة أساسية. هل أن بايدن على سبيل المثال نقض قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس؟ هل أن بايدن كان له موقف بالضد من عملية السلام الذي طرحها ترامب؟ وحتى في إطار ملفات المنطقة مع سوريا، هل انسحبت أمريكا تبدلات في منطقة الشرق الأوسط؟ بالعكس، زيارة يعني وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل وإلى منطقة الشرق الأوسط والتعهدات التي تحدثت والاستراتيجية الجديدة والأمن القومي الأمريكي يتحدثون عن فرضيات قد تكون هي نفس فرضيات في رئاسة ترامب، ولكن أدواتها ووسائلها تغيرت. نأتي إلى إيران. بالتأكيد إيران لديها مصالح، وهذه المصالح ترتبط أيضا بملفات معقدة، لا سيما اليوم بالملف النووي والاجتماعات التي تحدث اليوم في فيينا، وعدم التوصل إلى نقطة مقاربة يمكن من خلالها أن تحيي الاتفاق النووي الذي انسحب منه. دكتور خالد، مصلحة إيران، ولكن هل تستطيع إيران؟ دكتور خالد، مصلحة إيران هي في إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد في تشرين الأول أكتوبر القادم بالعراق، يعني مشهد انتخابي ومشهد نيابي جديد يخدم الأجندة الإيرانية أم لا يضر بما تسعى إليه بالفترة القادمة بعد هذا الاتفاق حول برنامجها النووي؟ أول شيء يجب أن نتحدث بأن الانتخابات في العراق شيئاً داخلياً سيادياً، ولا يحق لا لإيران ولا أي دولة جارة ولا دولة إقليمية أو دولية خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل بهذه الانتخابات، وهذه نقطة أساسية اتفق عليها القاصي والداني. مثلما اليوم نتحدث عن انتخابات رئاسية تجرى في إيران في هذا الشهر، لا أحد يستطيع أن يتحدث عن فرضية النفوذ أو التدخل في هذه الانتخابات أو حتى اكتسابها صفة الشرعية. نفس المعادلة في العراق، أنا أتوقع إيران ترتقب إجراء مثل هذه الانتخابات، تريد أن تبحث عن علاقات جديدة في إطار الحكومة التي سوف تأتي، وبالتأكيد لديها مصالح ونقاط تتفق عليها أو تختلف عليها مع هذه الحكومة أو تلك الحكومة، لكن بالمحصلة الأساسية لا يمكن تصور أن تكون هناك انتخابات في أي بلد وتتدخل أو تفترض أو اشتراطات معينة فيها. قد يكون في مرحلة عملية قولبة الحكومة، بالتأكيد هنا نتحدث عن اللاعب الإيراني واللاعب الأمريكي وبعض اللاعبين سواء كان تركيا المملكة العربية السعودية في عملية صناعة الحكومة، قد يكون هذا الجانب، ولكن في الانتخابات في داخل الانتخابات أنا أتوقع هذا الأمر بعيد جدا، لا سيما بعد التطورات التي شهدتها الساحة الداخلية العراقية بتظاهرات تشرين أو ما يتعلق بالمنح الأساسي للأمم المتحدة والجمعية العمومية المتحدة وآخرها جلسة مجلس الأمن التي دفعت بفريق أمميا من أجل المراقبة الانتخاب العراقية التي يمكن من خلالها أن تغير صورة بناء السياسي العراقي والنظام السياسي العراقي نحو بناء دولة المؤسسات والقانون الذي يتفق عليها الجميع الداخل والخارج. نعم، وعطفا على ما قلتموه دكتور خالد، يعني هي ضريبة دائما الدول التي تلعب التي فيها أزمات وموجودة بجوار إقليمي اكتسبت فيه دول قوة على حساب دول أخرى تعيش بأزمات وأصبح لديها السطوة الكبرى إذن بهذه الدول حال العراق لبنان وباقي الدول. دكتور خالد، انطلاقا مما قلتموه، ما المخاطر التي تعترض أو تواجه الاستحقاق النيابي القادم؟ ما المخاطر التي تعتبرون أنها ستكون مصيرية لجهة عقد هذا الاستحقاق من عدمه بتشرين الأول أكتوبر القادم؟ يعني أول شيء حصر السلاح بيد الدولة وتوفير الواقع الأمني الأساسي وإعطاء اطمئنان حقيقي بأن الانتخابات تجرى وفق العدالة والشفافية والنزاهة والمساواة. أعتقد بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي معنية بهذا الإجراء، والحكومة العراقية عليها أن توفر كل شروط والأمور الصحية والصحيحة إن صحنا للتعبير أيضا فيما يتعلق بإجراء هذه الانتخابات. وهنالك ممارسة في تموز أعلنت على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل أيضا أن نتحدث عن الترتيبات اللوجستية التي تستطيع المفوضية أن توفرها، لكن أنا أتوقع الجانب اللوجستي والفني شيء والجانب الأمني والاستقرار السياسي شيء آخر. إذا لم يكن هنالك استقرارا أمنيا وسياسيا فبالتأكيد فرضية إجراء الانتخابات المبكرة قد تكون مهددة في أكتوبر، وهذه نقطة أساسية ما زالت بعض القوى السياسية تطرحها. السيد علاوي تحدث عنها وطالب الحكومة العراقية وطالب حتى المجتمع الدولي أن يكون هنالك مطالبات بتأجيل هذه الانتخابات
سنوات أو جعلها في عام 2022 كون أن الظروف غير مناسبة. حتى أن تغريدة للسفير البريطاني تحدث فيها عن تأجيل الانتخابات في العراق، على الرغم من أن مسألة تأجيل الانتخابات هو قرارا وطنيا وليس قرارا يأتينا من دولة مثل بريطانيا. واليوم هناك زيارة للوزير الخارجية البريطاني إلى بغداد، لذلك أن نتوقع اليوم هذه الشروط وهذه الظروف الملائمة إذا كانت متوفرة بطريقة صحيحة وسليمة ومتماسكة وتعطي مدخلات ومخرجات حقيقية للانتخابات، أنا أتوقع سوف تكون هنالك الطرق معبدة لإجراء الانتخابات المفكرة في أكتوبر من هذا العام. والانتخابات دائما هي مدماك أساسي بإطار الديمقراطية، أحقاق ديمقراطية بأي دولة. تجدر الإشارة دكتور خالد أنه عدد التداول السلمي للسلطة أيضا صح، أنه عدد مصادر أكدت نبأ الفراج عن قاسم مصلح مدير عمليات الحشد الشعبي بمدينة الأمرار، ولم يصدر النبأ بعد عن جهة رسمية عراقية تحديدا. دكتور خالد عبد الإله عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، كنتم معنا مباشرة من العاصمة بغداد. شكرا جزيلا لكم. شكرا دكتور.